تطور وباء الكوفيد ولات الحاجه ملحه للوسائل اللي كتمكننا من محاربه الفيروس. الحمد لله شفنا بان الشعب المغربي عطى بزاف ديال المشاريع اللي في هذا المجال، خصوصا اجهزه التعقيم واجهزه الحمايه. ففكرنا في فكره جات من لي سوبر مارشي، علاش انه كنلقاو دوك البوابات التعقيم اللي كتعقم الانسان، لكن لي زوبجي منهم فلوس ولا لي كلي ولا التليفون بورتابل ولا الشارجور ولا السيكوتور ما عندناش كيفاش نعقمهم بالمواد الكحوليه لانها تقدر تسبب لهم في ضرر. فلهذا فكرنا وبحثنا في كيفيه تعقيم هذه الاجهزه هذو دون اللجوء للمعقمات الكحوليه المتداوله. وهنا جات توصيه ديال منظمه الصحه العالميه اللي كتقول بانه لي غايون اوترا فيولي دو تيب سي ممكن انها تساعد في تعقيم لي زوبجي وتقضي حتى على فيروس كوفيد 19. وهنا فين جات الفكره في ابتكار واحد اون بواط، واحد العلبه اللي كتمكننا من تعريض هذه الاجهزه الاشياء فوق بنفسجيه بواحد الزاويه اللي كتكون سبيسيال، بواحد الطاقه اللي كتكون سبيسيال باش تقدر انها تعقمه في مده وجيزه وبكفاءه عاليه. الو بالنسبه للتجربه المخبريه، دابا في هذا البروتوشيب الاول بنيناه على توصيات المنظمه الصحه العالميه، لكن كما سبق وقلنا انه هذا المشروع ممكن انه نسوقوه ابتداء من الاسبوع المقبل. فاحنا بدينا في اجراءات ديال السيرتيفيكاسيون ديالو باش نقدروا نحصلوا على السيرتيفيكا دو كونفورميتي ان هذا البروجي ممكن انه يعقم فعلا هذه الاجهزه هذو. دارت مخبريا لكن ماشي بروفيسيونيلمون. كان واحد الصديق ديالي اللي عنده لابوغاتوار دو ريشيرش اللي قدرنا اننا نبينوا انه راه ممكن انه كنقضيو على هذه الفيروسات هذو، لكن كيبقى الراي الاول والاخير ديال الجهات المختصه الوزارات والمختبرات التحاليل اللي كيكون معترف بهم دوليا ووطنيا اللي غادي يمكنونا ان شاء الله الرحمن الرحيم من هذا السيرتيفيكا باش نقدروا نكوميرسياليزيو هذا البروجي هذا على الصعيد الوطني ولما لا على الصعيد الدولي. تقريبا عطانا ما يجهز 85% ديال لي بكتيريا تقدرنا نقضيو عليهم في مده لا تجاوز 3 دقائق، ولا عرضناه لمده اكثر فنقدروا ان نوصلوا لنتيجه مزيانه. بيان سور ما غيمكنش اننا نقضيو لي بكتيريا 100%، مي حاولنا اننا نحيدوا اكبر عدد ممكن ديال لي بكتيريا في هذيك المده الوجيزه ديال ما بين دقيقه حتى 3 دقائق، مع اختلاف الاحجام واختلاف نوعيه لا ماتيغ ديالهم. بالنسبه لابتكار اللي كان عندي قبل، كان عندي المشروع اللي كان خد واحد الصيت العالمي الحمد لله اللي هو المشروع المقبس الذكي اللي هو سيشن بريز الكتريك انتيليجونت اللي كتمكن من حمايه الاشخاص من الصدمات الكهربائيه ومن لي بروبليم تو دي بروبليم اون ليزون افيك الكتريسيتي. اوسي كتحاول انها تحمينا من انفجار الهواتف النقاله عن طريق لو شارجمون دي باتري ديالهم. دونك اون فوا كيوصل لا باتري ديالك 100% كتقطع عليك الضو. اون فوا مثلا كتكون انت اون كومونيكاسيون التليفون ديالك كيتشارجا فديرون ديك لا كومونيكاسيون تي سوغ ايزولي الكتريكمون كيتقطع عليك الضو. الا التليفون ديالك كيتشارجا وصل لواحد لا تمبيراتور سبيسيفيك فكيقطع عليه الضو باش ما تكونش انفجارات. في نهايه الشهر كيكون عندنا واحد لو بيلون انرجيتيك ديال الدار كنعرفوا شنو هو لا بريز اللي قدرت انها تعطينا كونسوماسيون كبيره وتكون هي اللي ما كتكونسوميش بزاف. هذا البروجي هذا اللي الحمد لله حصل على ميداليتين ذهبيتين في المسابقه الدوليه ابتكار كندا في 2016 كاحسن مشروع في مجال الامن والحمايه وكاحسن مشروع في الدوره عالميا. وكاين مشاريع اخرى منها مشروع ديال لي بانو دو سينياليزاسيون اوتوماتيك. دونك هذا كيمشي في مجال السلامه الطرقيه انها تكون لي كومونيكاسيون اونتر لي فواتور و لي بانو. دونك لاحظنا انه الانسان مثلا ملي عطيناه الحق انه يسوق فما كانش كيحترم القوانين بزاف، فلهذا قررنا نحيدوا له هذا البريفيليج هذا وتولي لافواتور كومونيك اوتوماتيكمون مع لي بانو. دونك اون فوا غتقرب البانو 60 لافواتور اوتوماتيكمون سافا سو ليميتي في 60، غتقرب البانو دو ستوب اوتوماتيكمون سافا سو بريباري باش توقف لو فو روج لي بانو. دونك كاملين غادي يكونوا بحال هكا وغتكون فيها حتى لو كونترول ديال لو كوندكتور مثلا الا قدر الله وقع عليه شي مشكل في سكسه قلبيه ولا شي حاجه، فلافواتور كتمكن انها تاخذ واحد المنحنى في اليمن وكتعلم اقرب سونتر دالات اللي كيكون قريب ليها. اكيد بالنسبه لي انا الحاجه هي ام الاختراع واساس في الاختراع، علاش اننا كنبداو من ما داكشي اللي كنعانيو منه باش نقدروا نعطيو اكثر. والدليل على هذا هو هذا الوباء ديال الكوفيد اللي قدرنا اننا
نخرجوا منه طاقات مغربيه شابه اللي شفناهم ابتكروا في كله في المجال ديالو، كصناعه الكمامات الى صناعه المعقمات الكحوليه، حتى الشباب اللي تبارك الله صوبوا دي سيستم الكترونيك كوسوا في التعقيم ولا في لي سيستم دو ريسبيراسيون ارتيفيسيال ايتو. دونك كنقولوا دائما بان الحاجه ام اختراع. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.